لأكثر من 700 عام وبأكثر من 1000 معركة دارت بين الفرس والروم، فلم تقضي أحدهما على الآخر رغم أنهما إمبراطوريتان عظيمتان. حتى جاء خالد بن الوليد بأناس حفاة عراة، ولكنهم يؤمنون بالله حق الإيمان، فقضى على كليهما في 4 أعوام، هزم فارس في 15 معركة، وهزم الروم في 9 معارك، فاتحدت الإمبراطوريتين معا ومعهم نصارى العرب ضد المسلمين للقضاء عليهم. فهزمهم خالد بن الوليد 15,000 مقاتل، وتوفي رحمه الله على فراشه، وقال: فلا نامت أعين الجبناء.